اتنين، الماركسية والبيت الأبيض، مارلين مونرو وأرثر ميلر بعد السقوط. من أشهر الزيجات في العالم هي الزيجة التي جمعت بين الأديب الأمريكي العالمي أرثر ميلر وكذلك الفنانة الشهيرة جدا في هوليود مارلين مونرو. كلام كتير جدا كتب عن هذه الزيجة، لكن مسرحية بعد السقوط للكاتب المسرحي العالمي أرثر ميلر اللي فيها انتقد زواجه من مارلين مونرو وقال ان هو اخطأ في هذا الزواج، وجه انتقادات لزوجته السابقة، اعترت المسرحيات المهمة من اعمال هذا الاديب الكبير. هذه المسرحية ترجمها الى العربية الكاتب الكبير الاستاذ انيس منصور. لكن وراء قصة مارلين مونرو وارثر ميلر الكثير من السياسة والكثير من الثقافة. نمرة واحد، لماذا تزوج أرثر ميلر من مارلين مونرو؟ في كلام كتير عن قصة حب نشأت بين الطرفين واستمرت 10 سنوات تقريبا، 5 سنوات خطوبة وخمس سنوات زواج، إلا إن في بعض الآراء السياسية بتقول إنه أرثر ميلر تزوج من مارلين مونرو لأنه كان متهم إن هو ينتمي إلى حركات شيوعية، وإنه كان هتتم محاكمته أكتر من مرة، وكان عرضة لدخول السجن أكتر من مرة، وبالفعل تم التحقيق معه. إنما الـ FBI جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية كان تقديره أو مصر على تقديره بإنه أرثر ميلر ينتمي إلى الشيوعية، وإنه عضو في الحزب الشيوعي الأمريكي، وإن بالتالي ينبغي أن يعاقب ويسجن أرثر ميلر المسرحي الكبير، وإن زواجه من مارلين مونرو كان للتغطية على انضمامه للأحزاب الشيوعية أو القوى الشيوعية، وإن كان الهدف التمويه على FBI عشان ينشغل بموضوع الزواج من مارلين مونرو وينسى موضوع انضمامه إلى الحزب الشيوعي الأمريكي. أيضا مارلين مونرو بعد فترة بقى عندها صلة بالرئيس الأمريكي جون كينيدي، ثم بأخيه السيناتور روبرت كينيدي. وفي تقدير أيضا لبعض الكتاب إنه ربما تكون مارلين مونرو قد تم اغتيالها، وإن هي ما انتحرتش كما يقال، وإنه سبب هذا الاغتيال إن هي نتيجة صلتها بالقوى الشيوعية والتيارات الماركسية عبر أرثر ميلر، وصلتها بالبيت الأبيض وبالكونجرس عبر جون كينيدي وروبرت كينيدي، فكده أصبحت خطيرة جدا لأنها ممكن تنقل من هنا إلى هنا بعض المعلومات أو الكلام أو الرؤى. في جدل كتير في هذا الموضوع، إنما كونها جسر عابر بين أرثر ميلر الذي ينتمي ثقافيا إن لم يكن تنظيميا أيضا إلى اليسار الأمريكي، والبيت الأبيض يمثله آل كينيدي، ده كان يمثل خطر على الأمن القومي، لذلك تم اغتيال مارلين مونرو طبقا لبعض الآراء. إنما طبعا في آراء أخرى إن ده كلام مش صحيح، ودي مبالغات كتيرة حصلت في هذا الصدد. أرثر ميلر بينتمي إلى الطبقة الوسطى، لكن الأزمة اتكلمنا عنها قبل كده أكتر من مرة، أزمة 1929 الكساد الكبير، أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ أمريكا. انهارت أسرته مع ملايين الأسر اللي انهارت في أمريكا بعد أزمة 29. هو بقى اشتغل في شغلانات كتيرة جدا ما كانتش بتجيب أي عائد، وكانت بالنسبة له قاسية جدا وصعبة جدا. عشان كده خد خبرة الحياة، اشتغل في كل حاجة تقريبا في ذلك الوقت. فلما عمل عمله الأدبي العظيم موت بائع متجول، كان من أفضل الأعمال نتيجة خبراته الحقيقية في الحياة نتيجة انهيار أسرته اقتصاديا عقب الكساد الكبير. إنما البعض بيفسر فشل هذا الزواج بالإضافة إلى بعض الأدوار الجريئة لمارلين مونرو، إنما كمان يضاف إن هي نتيجة طفولتها الصعبة جدا كانت محتاجة حد يحتوي أكتر، وهو كمان نتيجة طفولته الصعبة جدا وفترة المراهقة اللي قضاها في الشغل في كذا مكان كان يحتاج أيضا أحد إلى جواره، لكن هو نجم وهي نجمة، فالاتنين كانوا مشغولين بشكل كبير، فالاتنين ما كانوش مستعدين حد يدعم التاني. رغم انه بعض المؤرخين بيقولوا ان مارلين مونرو اتعلمت وبقت مثقفة، بتقرا في التاريخ وتقرا في الادب تقرا في الفلسفة، علشان خاطر هي كانت معجبة بأرثر ميلر بالفعل فانضمت الى اهتماماته الثقافية. في كل الاحوال هذه القصة بقي منها بالاساس مسرحية بعد السقوط اللي ترجمها انيس منصور. وهذه المسرحية البعض انتقدها
لأنه ما كانش صح إنه آرثر ميلر يعني يوجه هذه الانتقادات عبر هذه المسرحية إلى مارلين مونرو، لأن هو ندم إن هو إزاي هو كاتب مسرحي كبير جدا وأديب عالمي كبير، إزاي إن هو يصبح في النهاية مجرد زوج لنجمة سينمائية كل الأخبار بتتكلم عن مارلين مونرو مش عن إبداعاته وأعماله الأدبية. آرثر ميلر أيضا اللي كان عنده هذا التوجه اليساري هو بينتمي إلى الديانة اليهودية، لكن ده ما ظهرش في الزواج الأولاني لأنه كان زواج على الطريقة المسيحية، لكن في زواجه مارلين مونرو كان في طقوس يهودية وفي حخام لعقد القران، وهي كمان انضمت إلى اليهودية فيما بعد نتيجة هذا الزواج وأيد نشأة إسرائيل، إلا أنه بعد شوية بدأ ياخد موقف آخر من السياسات الإسرائيلية وبدأ يدين الاستيطان واحتلال فلسطين وينادي بإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين، وقال جملته الشهيرة إنه بناء المستوطنات خيانة للتوراة، وأخذ مواقف كتيرة جدا لصالح الفلسطينيين والقضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية. إذن كانت هذه صفحة من صفحات الأدب والفن في أمريكا، آرثر ميلر الذي تزوج مارلين مونرو ثم كتب عنها في مسرحية بعد السقوط، اتهم بالشيوعية واتخذ موقفا من السياسات الإسرائيلية لاحقا، واعتبر واحدا من كبار الأدباء في أمريكا والعالم.